وبعدين يا جماعه والعمل دلوقتي؟ انا مش هضيع وقتي، لو هموت يبقى اموت والفلوس في حضني، في حضني. بس يا باشمهندس ما تلزقش كده. بقول لك يا مازو، ما تكلم لنا عمو صاحب اللعبه، يشوف لنا واسطه ولا حد كبير يكلمه يخرجنا من هنا. اتاخرنا قوي، البوليس واقف بره ومفيش وقت نجيب ورا. الخزنه دي يا سعدون لازم تتفتح والفلوس تتاخد. انا ما عنديش مشكله ان انا اتحبس، بس وانا كسبان. بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عندي فكره. كمال باشا، كمال باشا، حذفوا لنا الورقه دي من جوه. للتواصل ابعتوا رقم مسؤول عندكم مع تحيات العصابه. عايزين رقم عشان يتواصلوا بيه. اديهم رقمك يا نادر. لا، ما بديش رقم المجرمين. نعم؟ اه، بيقعدوا كل يوم بقى يرنوا عليا، واللي ممسوك في لجنه واللي عايزني اخرج له مش عارف مين، انا مش فاضي. خلاص، هديهم رقمي انا شخصيا. ده رقمي انا، العقيد كمال السعيد. 032 30. تعالوا انصرف. انت انصرف. لا نظيف. شوف شغلك يا باشا. ما انت سليم اهو، امال مدعي المرض ليه؟ لا انا تعبان. افتح افتح الخزينة. ازيح معايا كده شوية. ازيح؟ ازيح، احنا عايزين نفتحها مش نزيحها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ كل اللي احنا عملناه ده عشان نلف الخزنة كده؟ وايه ده؟ وايه التونة اللي تحت ده؟ ايه العبط ده؟ اتفضل اتفضل حضرتك، روح اقعد مع الرهائن بره. طب بس استاذن حضرتك، انا النهارده اليوم كده كده اجازه عندي، ممكن اروح احسن. انت حضرتك اهبل ولا ايه؟ دي سرقه بنك حضرتك. اتفضل يلا. طب استاذنك بقى تبقوا تلفوا خزنه تاني ناحيه الحيطه، احسن يجوا حد بعدكم برضه ويسرقها تاني. ما تقلقش يا باشا، احنا كده كده هنسرق الخزنه ونرجع كل حاجه مكانها. ما تقلقش انت من اي حاجه، احنا هنسرقها ونبوسها ونحطها جنب الحيطه. يلا 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 بره بره بره، يلا بره. خلاص يا حبيب. ايه يا وسيم بيه، تعتلمهم ياخدوا الفلوس كده؟ هو انا عبيط؟ انا سايبهم يعدوا بس، بعد كده هناخد منهم الشنطه احنا ونمشي. تفكير شياطين قوي قوي. انتوا لسه هتعدوا؟ خلصونا. الله لا يسيئك، بقول لك سايبه البت في الحضانه، دول بيزودوا عليا 30 جنيه على كل ساعه تاخير. يا استاذه احنا في رقم معين لازم ناخده، ما ينفعش نعديه. يعني لو عديته هترجع الباقي؟ ولا جنيه زياده، احنا مش حراميه يا مدام، احنا ما نقبلش على نفسنا قرش حرام.
ما شاء الله ربنا يقوي ايمانك. لا الزياده دي بتاعتي انا. مش لما يبقى في زياده اصلا الفلوس مش مكمله. هما ناقصين كام؟ ناقصين 3000 جنيه. خلاص خدوهم مني انا وخلصهولي اعمله معروف. ما ينفعش تتفاهم انت كده يبقى غش. غش ودي تيجي؟ ربنا يقوي ايمانك انت راسك. ايوه يا جماعه اللعبه كده ممكن تبوظ. اه تبوظ فعلا. تبوظ مين؟ تعالى ورايا يا سعدون. يلا بينا. شطبو. ايه؟ وراهم يلا؟ يلا بينا. لا يا اخويا شد شويه. معلش يا اخوانا ربنا ما يوقعكوا في دقيقة، هنلم من بعض 3000 جنيه ونساعد بعضينا كده عشان الليلة تعدي. وانا لو معايا 3000 جنيه انت جيت باب خط كهرباء. يا اخوانا اطلع الفلوس بالاحترام، خلينا نروح من هنا. وانا وعدكوا اللي هيديني جنيه هديله قصاده اتنين. انا بقى لي سنة بستنى الفلوس اللي هتاخدوها دي. يوه ما تصعبيهاش عليا بقى. يا ابني انا زي امك. وفي ام برضه تستخسر في ابنها الفلوس؟ هاتي يا حاج هاتي ما تستعبطيش. هتقبل فلوس حرام؟ اقبل ايه؟ انا جاي اسرق اصلا النهارده، انت مش شايفه ولا ايه؟ هاتي يا حاج هاتي يا حاج. لسه الجرار يا ولدي. جرار ايه يا حاج؟ انت هتشتغلني؟ هو في لسه حد بيشتري جرارات؟ ده شكله جاي من فيلم صنع في الوادي. هاتي يا عم. هات حط هنا. استنى يا مازن استنى عندك. خد فلوسك يا حاج، خد فلوسك، ارضك اولى بيها. وانت يا حاج خدي فلوسك. مازو احنا كده بنأذي الناس مش بنلعب. انا مستحيل اخد الفلوس دي ولو على جثتي. انا اوت. حلال عليك انت الفلوس، الف مبروك. وانا كده رضا قوي. يا جماعه اسف على الازعاج، اعتبروا نفسكم كنتوا في ظرف طارئ وخلص خلاص. وكفايه عليا قوي ان شكلي يبقى كويس قدام مراتي حبيبتي اللي بتحبني. وعلى فكره هي مش موجوده معانا هنا عشان ما حدش يفكر. بعد اذنك خد يا اكس لارج تعالى. انتهى بليالا، في بوليس واقف بره، انت فاكر ايه؟ هتقول لهم الكلمتين دول هيطبطبوا عليك ويروحوك. ايه الغباء ده؟ صح معلش انا اللحظه خدتني قوي. بقينا كام دلوقتي؟ كملنا ال 2 مليون جنيه. نايس 5 جنيه. 5 جنيه بس؟ 5 جنيه. قالها ازاي دي؟ مش عارف. خش تاني على الست دي. لا مؤاخذه يا حاجه، وانت بتطلعي الفلوس انا لمحت في قعر الشنطه 5 جنيه تقريبا، كنت ناويه تروحي بيهم. هاخدها بقى. هو مفيش حد غيري يا ابني، دي هجيب بيها عشاء. عشاء ايه اللي ب 5 جنيه دي؟ ما تجيبش كيس شيبسي. هات يا حاجه. خلاص خلاص سيبها لها، امسك خلينا نخلص والحق ام الحضانه. شفت كده كفينا ال 5 جنيه فين؟ لمينا ال 2 مليون. هي اللعبه ما رنتش ليه؟ تقريبا لازم نطلع بالفلوس. يا اخواننا اللي جوه انتوا نمتوا ولا ايه؟ ايه مش خلاص سرقنا وانبسطنا وكله تمام؟ نطلع بقى نسلم نفسنا عشان نقضي عقوبتنا زي الشطار. لو ما خرجتوش الرهائن دلوقتي هدخل اخرجهم بنفسي. خليكم شاهدين، الذوق مش نافع معاهم، يبقى نفرمهم. كله استعد. عايز يا عم في الصف؟ اقف صف يابا. يلا خليهم بقى الصفوف كده مع عبدوله. يلا انت متاكد ان الحركه دي هتنفع معاهم يا وسيم؟ وسيم انت بتقولي وسيم قدامهم منتخبيه؟ معرفش هتنفع ولا افكار جميل. ما تخشنا بقى يا باشا، دي فكره مضمونه من ايام فيلم الارهاب والكباب. اه يا افكار الزعيم، ربنا يخلينا الزعيم وافكاره يا رب. طب يلا يا جماعه يلا بينا. استنوا عندكم. ايه ده؟ ايه ده؟ واحد تخين. طب ما انت وشك من نفخ كلمتك. ومازو لو انت قلت لي الموضوع ده من الصبح ما كنتش تقلت في الفطار ولا اكلت بيض ببسطرمه. مازو بقول لك ايه، الفكره دي مش هتنفع، ده لو قعد سنه ما ياكلش بيض ولا بسطرمه برضه كرشه هيفضل بدلدل. يا مازو اقعد، احنا لو خرجنا بره واتفتشنا واتقفشنا بالشنطه دي هنروح كلنا في داهيه. واضح ان مفيش اي امل يا مازو. يلا بينا. يلا رجاله يلا. يلا عندكم. أنا هخرج بالشنطة، يعني هخرج بالشنطة. يا ابني الحضانة الله لا يسيئك، دول هيدفعوني ولا 90 جنيه دلوقتي. أقول لك أنا عندي فكرة هخرجك بيها، خلينا نخلص. ماشي خرجيهم هما، لكن إحنا يلا بينا يا جماعة. يلا أنا جاية معاكم والله يا مظهر كريم. إحنا هنروح معاها هي ولا من فين؟ وأنا أعصبت. ها؟ حصلنا ماشي، خد بالك من نفسك. إيه ده؟ كلهم لابسين نفس الوش، هعرف الحراميه ازاي دلوقتي؟ استنى عندك. اوعى. انا؟ ايوه انت. يبقى سلم لي على ابنك الصغير. ايه ده؟ هو حضرتك؟ ايوه. انا ما كنتش متخيل ان شكل حضرتك عامل كده. لا هو كده.
حضرتك شبه الماسك اللي احنا لابسينه بالظبط. خلي بالك مني ومن اولاد حضرتك بعد اذنك. اقتحام! اتفضل يا مازو من هنا. دي منفذة على بره؟ اه هتلاقي نفسك في الطال ده، مفيش حرامي جه عندنا ومهربش منيها. متشكر قوي يا ست ازهار، انت ست جدعة. ما عشان كده انا مش خايف اوريكي وشي، خدي ده ذكرى مني. حلال ايه بس؟ بصي يا ست ازهر، 90 جنيه بتوعك اهم ادفعيهم للحضانه، ودي الفلوس بتاعتكم، والحاجه اللي بره اعتذر لها قولي لها انا ما كنتش اقصد، والراجل بتاع الجرار ما تديلوش حاجه ده هجاص. بجد انا كنت عارفه ان انت ابن حلال ومش هتقبل الحرام ابدا، وعارفه ان عمري ما هندم ان انا ساعدتك. انت ست جدعه. السلام عليكم. وعليكم السلام في رعاية الله. حرامي! يا بوليس! هرب مننا! الحقوني يا ناس! خير يا غريب؟ مصحيني وجايبني على مدى وشي، في حاجة؟ وسيم بيه، أنا خلاص فكت. أنا اللي فوقت، أنت مصحيني أنا من النوم، هو أنت كنت نايم؟ أنا قصدي إن أنا خلاص صحيت من الغفلة اللي أنا كنت فيها. أنا معرفش إزاي طلعتك على كده. نسرك بس يا ابني. انا عقلي كان فين وانا بطوعك على الكلام ده؟ خلاص يا سيدي، ما احنا ما سرقناش البنك اهو. ما هو ده اللي هيجنني، احنا خططنا كل حاجه سوا وكل تخطيطنا راح على ما فيش. سيدي ما تقلقش، انا هعوض لك المهمه الجايه. اللي جاي وانا مش ضمني انك هتكسب اللي جاي. انا هسلم نفسي للبوليس عشان انام وانا ضميري مرتاح. تاس استنى يا غريب، ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ الشارع فاضي اهو، مفيش حد جارنا اصلا. ما تقلقش، المهمة الجاية هقسم فلوسها بالنص بين انا وانت بس. واني هسيبك تلعب تاني وتأذي نفسك تاني؟ ما بقاش غريب. تاس استنى يا غريب، ايه العبط ده بقى؟ غريب انا معيش ولا نكلة دلوقتي، انا قسمت كل الفلوس اللي كسبتها علينا، نعتبر ملط. ما تقولش على نفسك كده يا وسيم بيه، لسه حدك حاجة عزيزة عليك وغالية عليك وبتحبها عليك. اكرم ابني؟ اكرم؟ لا بس اكرم، اكرم لازم يتربى في حضن ابوه، وبعدين انا واكرم علاقتنا كومبليكيتد قوي، مستحيل حد. وانا هعمل بيه ايه الزفت دي؟ وهقدر على اكله ازاي اصلا؟ انا قصدي على حاجه تانيه. بيب بيب، مساحاتك، دواساتك. عربيتي؟ انا هطلع اجيب لك اكرم. انا غلطان اني اتكلمت معاك من الاول. يا غريب. يا غريب استنى يا غريب بقى، ما تبقاش غريب يا اخي، استنى. انا ما يرضينيش طبعا ان انت تمشي بتاكسي. اتفضل عربية، بس امان عليك تسيبها لي يوم الجمعة ابقى اخرج بيها العيال بس. وانا اخرج رفايدة وعيالي بايه؟ بتاكس؟ حاضر. تاكس خلاص يا غريب، اتفضل. وتحت مش هركب تاكس، مش هركب تاكس. انت مالك متعصب عليا ليه يا بسيوني؟ متعصب؟ متعصب ازاي؟ هو في حاجة اتعصب؟ بقى بعد ما حطينا الخطة وعرضنا روحنا للخطر ورحنا البنك وخدنا الفلوس، تقوم حضرتك مرجع الفلوس تاني وتقول لي متعصب؟ دي حاجة تجيب الضغط والسكر. ما هم اوريدي عندك يا حبيبي، شوف لك حاجة جديدة، قول القلب المرارة. ايوه حبيبتي، ما انا القلب والمرارة عندي، بس ما رضيتش اقول لك قبل الجواز عشان فضايح يعني. بقول لكم ايه؟ انتوا الاتنين بالذات ما تتكلموش، انتوا التحدي اللي فات لاهفين 2 مليون لوحدكم وسايبيننا كلنا على الصفيحة. خلوني ساكتة، حكم انا دمي محروق من ساعتها. وبعدين ده انا أول مرة مازو حبيبي من ساعة ما نزل من بطن أمه يعمل حاجة صح وتعجبني. يا حبيبتي ما قلناش حاجة، بس احنا في الأول وفي الآخر شركة، ما كانش ينفع يرجع الفلوس من غير ما ياخد رأينا. رأيكوا ده إيه؟ انتوا واضح ان انتوا نسيتوا مين مازو. مين مازو؟ انا مازو. الله عليك يا حبيب والدي. انا مازو والباقيين اتغاظوا، انا مازو اللي الكلمه كلمتي، انا اللي عملتكم ده، انا فعصكم برجلي. انتوا زي عرايس الماريونيت احركها بايدي. مازو انت كده ابتديت افور، عمال تقول حاجات ما سمعتهاش من ايام التسعينات من ساعه عمه بتاع يا قطع. انا حسيتني بتقول الكلام ده يا مازو،
بتقول الكلام ده بعد ما كسبناك؟ ده انت حفيت عشان تمضينا. انت هتعمل لي فيها نيمار؟ بقول لكم ايه، من هنا ورايح لو عايزين تلعبوا معايا يبقى تنفذوا اللي هقوله من غير ولا حرف. مش عاجبكم مستر وسيم لازق فينا هنا. بس ما ظنش والله يا شيماء ان مستر وسيم هيرضى يرجعهم يلعبوا معايا بعد الحركه الدنيئه اللي عملوها. لا طبعا مش هيرضى. ممكن بقى يلعبوا طاوله مع غريب تحت، او شطرنج مثلا، او دومنا مثلا. انا اللي استاهل ضرب الجزم اني سبت وسيم بيه. وسيم بيه اللي كان منغنغني ومشيت ورا واحد زيك. واحد زيك كده يا بسوني؟ طب ايه رايكم بقى ان انتوا الاثنين بره الفريق؟ طب وايه رايكم بقى ان انتوا الاثنين بره الشقه؟ بره الشقه ده ايه؟ انا مأجر بفلوسي، انا مش لسه دافع لك الايجار. او ايجار؟ ايه رايك بقى ان ايجار القانون الجديد ارتفع؟ ايجار الشقه من هنا ورايح 70,000 جنيه، وهي ساعه زمن، وال 70,000 جنيه يكونوا عندي عند جوز بنتي حبيبي وسيم. يلا يا بسبوستي. يلا يا شكشوكتي. باي. 70,000 جنيه؟ امك طلعت قلقان مني يا شيماء. انت هتقولي على لقم امي؟ ده طول عمرها بتخبي مننا ذهبها في السيفون. خطتك ايه؟ المانيه. ليه؟ ما عندكش فكره انا فخوره بيك قد ايه وازاي مبسوطه من قرارك ده. بجد؟ يعني انت مش متضايقه ان احنا بنتفرج على مسرحيه مش على فيلم انجلش؟ مسرحيه ايه؟ أنا بتكلم على قرارك إن أنت ما تسرقش البنك. أنا بجد بحبك قوي يا ويسو. وأنا بحبك قوي يا ويسو. هظبط لك الليلة. أنا مش قادر أتخيل إزاي نعض الإيد اللي اتمدت لنا ونجري ورا مازو الفاشل. ما تعملش في نفسك كده يا روحي، دي وزة شيطان. مش قادر مش قادر. وسيم قلبه كبير. بتندالي يا مستر وسيم؟ لا. أنا ندمانة قوي نسيب وسيم. وسيم اللي عمره ما أكل حقنا، ده حتى لما كان بيفشل في مهمة كان بيدينا حقنا على داير مليم. إن شاء الله حتى يكتب على نفسه شيكات. عارفة؟ نعم. لا أنا بفهمك، وسيم ده مخلص، ابن سوق. أصيل. ياه، ابن بلد، تحسه إنه ابن عمك. جوز بنت عمتك. جوز بنت خالتك، تحس إنه حتة منك. هو صحيح حتة كبيرة شوية، يعني الضلع مع الرقبة كده، لكن أنا مش عارف عملت كده إزاي. يا ريت يقول لي يا بسيوني. بسيوني إيه؟ هو يقول بس، وأنا حجر عليه، حجر عليه وأترمي في حضنه وأعيط. هو يقول بس. بسيوني الشلبي لذيذ قوي في المسرحية، بتعجبني. يخرب بيت خفة دمه. يا سلام، ينده عليا بس، وأنا حجري أبوس إيده وأقول له سامحني وأنزل على ركبي وكفر عن غلطتي. لا علي الصوت بقى شوية. أبوس إيده وأقول له سامحني. علي الصوت يا إسراء، مش سامع الحتة دي بتضحك. وقال أنا قال إيه من خيبتي؟ كنت بدفعه 2000 جنيه إيجار في الشهر، وده كتير جدا جدا. أنا هخليه يدفع 100 جنيه بس، إن شاء الله يدفعهم قسطين. ده كان زمان بقى. لا يا حبيبتي، إحنا اللي آسفين. زمان بقى أحلى أيام بقى الفن الجميل، أحلى مسرحيات والله. والله أحلى زمان. مسرحية هنا بتضحك وورا بتضحك جدا كمان. أنت السبب يا شوتار، أنت اللي خليتينا نوصل للمشاكل دي، وما شفناش من الراجل أي حاجة وحشة. أنت هتقلب عليا بجد ولا إيه؟ شفت آخرة المشي وراكي، خلانا نعمل إيه؟ ايه الموقف اللي احنا فيه ده يا رب؟ جرحت وسيم غصب عني. دلوقتي بقيت كخه بقى ولا ايه؟ ولا انت عشان تبان انك مش غلطان بترمي الغلط على اللي حواليك؟ اها، لو انت مش غلطانه بقى. الله، اهو لسه ما كملتش الجمله وانت برضو بتغلطني. انت ناوي تنكدي عليا ولا ايه؟ انا ماشي ومش قاعد لك فيها. مع السلامه، فاكرني يعني حبكي عليك؟ الماشي قال. شفتي يا حبيبتي؟ عشان كده بقى ما بدخلش الشغل في البيت، كان زماننا زيه. هو انت في فرزانتك ولا في عقلك؟ وانا بحبك من شويه.
المهندس سالم بتاع السنكره يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ ايه كلمه من هنا 60 ليله دي؟ ايه الكلام ده؟ انا ماشي وسايبها لك مخدره. يلا مع السلامه. فاكرني يعني حبكي عليك؟ يلا خد معاك كل حاجه حلوه. اديني ماشي بعد ما لممت هدومي وجراحي وكل الهدايا اللي جبتها لك في احزاني وافراحي. انا ماشي وبتمنى من ربنا ان مستر وسيم يسامحني. مع السلامه يا قديم يا ابيض واسود. اسم الله عليك انت يا سريدي. طبعا لا خليك انت جوه لحسن تستهوي. استنى تتسرعش في الجوازة. جوازة ايه يا عم بسيوني؟ جوازة من شويكار. جوازتك من شويكار ايه يا عم بسيوني؟ ده انت شويكار لو ما كانتش رضيت تتجوزك اليومين اللي فاتوا ما كانش هيبقى فاضل لك امل في الستات غير الحور العين. انت ايه اللي جابك تاني يا جوز امي؟ شويكار اتغيرت خالص يا جماعة، بقى كل همها الفلوس وبس. اتحولت علشان كده اتخانقنا مع بعض وسبت لها البيت، وقلت اجي اقعد عندكم هنا شويه لان التحدي الجديد محتاج تفكير بمزاج. ده عامل عبيط يعني، ولا كاننا طردناه ولا كده. حضرتك ناوي تقعد هنا بقى؟ مش هقدر اسيبكم عشان التحدي الجديد، هتتسوحوا من غيري. اعمل ايه؟ قلب الطيب، قلب الطيب هو اللي خلاني اعمل كده. على فكره يا شيماء، انا بحب اصحى من النوم الساعه 5 وربع الصبح، افطر بيضتين مخفوقتين وربع معلقه عسل ابيض، قطفه البرسيم ونص معلقه فانيليا. ده مقادير الجيلي. المهم وانا نايم ما احبش حد يقليني ولا يصحيني. بقول لك ايه يا مازو يا حبيبي؟ انا لسه كنت بقول لك ايه من دقيقتين؟ كنت بتقولي ان بسيوني ده نطعه بتاع مصلحته وما تقلعيهوش من رجلك. وايه اللي حايشني عن ان ادب المقاره في عينه واجيب اجله؟ انه جوز امك وامك بتحبه بس انتي مش عارفه على ايه. ولما يزعل امي بقى يبقى ايه؟ يبقى ملوش ديه عندك وتجيبي عينه بالمقوره عادي. قابل وقعد بقى. طب يا جماعه استاذن انا بقى عشان بحب انام بدري. على اذنكم. راجل نطع. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. مين يصدق شيال الشنط ده كان مثبت بنك وفوت 2 مليون ونص؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبني عليا يا جميل؟ ثواب ولا عايز تضيع لنا الثواب زي ما فوتت لنا 2 مليون ونص؟ ال 2 ونص دول كانوا فلوس حرام، وانا مستحيل اقبل على نفسي فلوس حرام. يا سلام، الله على الضمير يا اكي. لا تبسي يا فندم، انا مستحيل اخد. من ايد ما نعلمهاش يا باشا. شكرا. طب ما التبس ده فلوس حلال، ما خدتوش ليه؟ ولا انت عايز تجنني؟ انا استحيل اقبل على نفسي فلوس حلال. انا مش عارف ان ايه اللي جرالي يا جميل. هواسين بقى انا مش فاهمك والله العظيم ثلاثة. يعني لا عايز تاخد التبس ولا عايز تسرق البنك، يعني لا عايز ترحم ولا عايز تنزل رحمة ربنا. انا مش فاهمك يا اخي. انا وسيم السريتي يا جميل. انت عايز وسيم السريتي ياخد تبس؟ هو كان في اي حد في الفندق ده يستجري انه ياخد تبس وانا المدير بتاعه؟ اديك قلتها وانت مديره. دلوقتي انت حته بولمان. بولمان يا حمار. شيال يعني تحمد ربنا وتاخد التبس بدل ما كنت تفوت ال 2 مليون جنيه ودلوقتي بقيت مذلول. مين ده اللي يتذل يا متخلف انت؟ متخلف؟ وسيم انت رصيدك خلص معايا. مستر وسيم يا حيوان. اهو الحيوان ده عايز فلوسه بدل ما يوديك في داهيه. مالكش فلوس عندي. من غير تفتفه. هتفتف في راحتي. انا عايز فلوسي بدل ما يوديك في داهيه. تودي مين في داهيه يا حيوان؟ يا محسن انت. سمعت اللي انا سمعته؟ في حاجه اتكسرت قوي ورحنا في داهيه قوي قوي. الله يخرب بيكم، ايه اللي عملتوه ده؟ كسرت الطقم السنين في الشنطه؟
مفيش مشكله يا فندم، نلزقه بامير. انا عايز المدير. وسيم بجد انا زهقت منك. انت عارف انت بقيت ايه؟ انت بقيت مثال للموظف المنحدر. مستر مالك لو سمحت اديني فرصه تانية. فرصه تانية؟ عارف يا ولد انا ايه اللي حاسس في نفسي قوي وقاهرني من جوه؟ ان انا حكيت لاولادي كتير قوي عن انجازاتك وبطولاتك، لدرجه ان اشرخت بنتي عملت لك تمثال، حطت وشك على جسم سوبرمان. انا وشي على جسم سوبرمان؟ والتمثال اتكسر لان جسم سوبرمان ما قدرش يستحمل وشك. يا خساره، انا بجد بجد متحطم. انت ازاي يا ولد تعمل كده في جست يا مستر مالك؟ طب اعمل ايه يا فندم؟ يعني هو في جست يجيب معاه طقم صيني وهو جاي اوتيل؟ يعني هل ده منطقي؟ هل ده يعقل يعني؟ يعمل اللي هو عايزه. الجست دايما على الحق، ولا انت نسيت الرولز؟ اوعى تفتكر ان انا مندهش من اللي انت عملته ده. لا، انا شفت كتير. ده انا جايبها من تحت. انا اللي هنزل، انا اللي جايبها من تحت، انا جايبها من تحت قوي. انت عارف يا ولد وانا في سنك مره جست جالي حاطط انتريه في شنطته. انتريه؟ مش انتريه، انتريه قوي، اتنين فوتيه واباجورتين وترابيزه. حتى انا اندهشت، قلت له امال فين الكنب عشان يكمل الطقم؟ قال لي الحقيقه الشنطه ما شالتهاش. يا مستر مالك بقى كفايه فاتي علينا بقى لو سمحت. يا خساره، حقيقي يا خساره. ميس اسراء، عقاب البيه ده ايه؟ حسب قوانين الاوتيل اللي عمله وسيم يستحق الرفض، بس نظرا لتاريخ مستر وسيم الكبير في انه بنى الاوتيل انتهى. وسيم انت مرفوض. ايه؟ مرفوووووود.